بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنشرح درس التاني في يونت 2 اللي هي بتاعت الاكويشنز. ماشي، هنشرح الدرس التاني اللي هو the constant and the variables. الدرس ده برضو تمهيد للدرس اللي بعده اللي هو اهم درس في اليونت عندي، اللي بيجي عليه المسائل كلها، اللي ان شاء الله هيكمل معاكو لحد ما تكبروا ان شاء الله وتبقوا في جامعة. ماشي، فالدرس دوت اللي احنا هنشرحه النهارده دوت يا دوبك برضو كتمهيد للدرس اللي بعده، زي الدرس اللي كان قبل ده على طول. فعايزكم تركزوا معايا كده عشان نخلصه بسرعه ونخش على الدرس بقى المهم ان شاء الله اللي هو ليسون 3. اول حاجه عندي هنا في المعاصر بيديني زي تمهيد كده للدرس، بيقول لي والله لو في كتاب في المكتبه مثلا ب 30 جنيه، وانت رحت وعايز تشتري كتابين، هيبقى سعر الكتابين بكام؟ فبتقوم جاي واخد ال 30 جنيه دي ضربها في 2، صح؟ اللي هي 30 مالتبلاي 2 بيديك 60 على طول. طيب لو هتجيب 3 نسخ منه يبقى 30 مالتبلاي 3، صح؟ طب لو هتجيب 4 كتب يبقى 30 مالتبلاي 4، صح كده؟ بيقول لك بقى ان the price of x copies of the book بتساوي 30 مالتبلاي x. يعني ايه؟ يعني الاكس زي ما اتفقنا بقى ان هو دايما بيتغير، يعني اكني بقول البرايس اوف ذا بوك ايكوال 30 اكس. طب اكس دي اللي هي كام؟ اللي هي عدد النسخ اللي انت عايزها، انت عايز نسختين، عايز 3، عايز 4، فبراحتك بتعوض بالاكس دي برقم. ماشي، وبعد كده بتختار بتطلع الناتج بتاع الايكويشن دي. حاجه تانية مثلا زي كده، زي واي ايكوال 30 اكس. انت اول مره تشوفوا الشكل زي ده طبعا، صح؟ الشكل دوت مجرد ان انا عايز افهمكم بس حاجه، الاكس والواي، الاكس والواي والرموز ديت من بقى من اي بي سي دي لحد واي وزد، احنا بس بنختار دايما اكس وواي. يعني احنا دايما في الماس هتلاقوا 3 ارباع الاسئله وكده بتمشي باكس وواي. ماشي، هما مختارين اكس وواي كان احنا نستخدمهم يعني. ماشي، فاكس وواي دول دايما حاجة اسمها variables. يعني ايه variables؟ variables يعني متغيرات، يعني مش رقم ثابت عندي. يعني ممكن الـ x دي تبقى بـ 1، ممكن تبقى بـ 2، ممكن تبقى بـ 3، ممكن تبقى بـ 4، ممكن تبقى بأي رقم عندي. نفس الكلام الـ y. إنما الـ 30 ينفع تتغير؟ لا، هي already رقم عندي، هي 30 صح؟ إنما الـ x أنا معرفش ممكن تبقى كام، ممكن تبقى 1، ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3، ممكن تبقى 10، ممكن تبقى 20. ماشي؟ نفس الكلام الـ y variable، يعني برضو متغير. كلمة variable يعني متغير، ماشي؟ يعني حاجة مش ثابتة، يعني حاجة أنا معرفهاش. ماشي؟ طيب دي بتتسمى constant. constant يعني ثابت، يعني رقم موجود already عندي خلاص اهو. 30 يعني ده مفيش خلاص شك بقى انها ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 3، لا هي خلاص 30. ماشي؟ فبنسميها constant. طب انا يفرق معايا الكلام ده كتير؟ لا، ما يفرقش معايا الكلام ده كتير. كل ده مسميات انت بس بتبقى عارفها لبعد كده. المعاصر عمال يرغي في الدرس ده جامد، وعمال يخش يمين وشمال وحاجات كده ملهاش اي 30 لازمه، مش عايزكم تشغلوا دماغكم بيها خالص خالص خالص. كل الدرس ده اصلا ما بيجيش عليه اسئله في الامتحان دايركت كده زي اللي هي الحاجات اللي موجوده عندي دي. ده كل ده مجرد ان هو بس بيفهمني الفرق ما بين الكونستانت والفاريبلز والكلام ده كله. ماشي، فكل الاكزامبلز اللي عندك في المعاصر بتاعه الدرس دوت ملهاش اي 30 لازمه، وانا مسكت الامتحانات فصصتها كلها، مفيش اي سؤال بيجي على الحته دي اصلا ولا على الدرس ده خالص. وزي ما اتفقنا الدرس ده تمهيد للايه؟ للدرس اللي بعده. ماشي، فانا مش عايز من الدرس دوت حاجه تفهموها اكتر من الكلام اللي انا قلته دوت، ان الواي دي فاريبل يعني بتتغير هي والاكس. ماشي، يعني ممكن الاكس يبقى ب1، ممكن يبقى ب2، هكذا. انما الرقم اللي عندي اللي بيبقى جاهز على طول اوريدي خلاص ما فيش بقى فيها كلام ديت، ده بيبقى اسمه كونستانت. اوكي، بس ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من الدرس دوت، مش اكتر من كده. سيبكوا بقى بجد من اي حاجه موجوده في الدرس دوت، مش فارق معايا خالص. انا اهم حاجه عندي الدرس الجاي، الدرس الجاي اللي هو الايكويشنز اللي بيجي عليه تقريبا 3 او 4 اسئله في الامتحان. ماشي، وده اللي هيكمل زي ما قلت لكم معاكم ان شاء الله لحد ما تبقوا في جامعه، هيكمل معاكم طول حياتكم. فنركز بقى ان شاء الله على الدرس اللي جاي دوت، واحنا خدنا من الدرس دوت اللي احنا عايزينه وبس. اشوفكم في الدرس اللي جاي ان شاء الله. شكرا.